طيب إذا أنا فعلت هذه الأمور، إحنا خلنا نريد أن نعيش في هذه الدنيا حياة سعيدة وننقلب سعيدين أيضا في الدار الآخرة، إن فعلت هذه الأمور واتقيت الله سبحانه وتعالى وحذرت وكنت دائما يعني يقظا منتبها في الأمور التي أنت تفعلها وتذهب إليها وتقوم بها، الله سبحانه وتعالى يعدك بأمور في هذه الدنيا. منها الأمر الأول التسهيل. الله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أنا لابد من الإسهاب في هذه الآية، كيف يعني يسرا؟ يسرا يعني تسافر، تأتي على الجوازات، يختم لك الجواز ويعطيك الجواز وتدخل، يسرا. ما يقول لك تعال شوية ساعتين ثلاث ساعات. يسرا يعني شوف، ولله ملك السماوات والأرض، يعني عندك موعد، عندك موعد في روي وخرجت من هنا قبل الموعد بعشر دقائق، متأخر أنت، تصل في الموعد. سبحان الله، غريب غريب جدا، يعني كيف؟ لكن هذه الكيفية لا تدخل في الكيفية، الكيفية هذه لله سبحانه وتعالى، أنت عليك بتقوى الله، كيف هذه تركها للخالق عز وجل؟ قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تريد أن تتزوج ييسر لك ربك ذلك، تريد أن تعمل ييسر ربك لك ذلك، أي شيء تبغاه. يعني بعض الناس يقول لك يجب أن تخرج قبل الموعد بساعة وصادف حادث في الطريق، قال لك يا أخي حادث في الطريق لن أصل في الموعد، وشخص آخر يخرج قبل عشر دقائق يصل في الموعد، ما السبب؟ أيوة. مع عدم الحكم على الطرف الآخر، يعني علي بنفسي أراقب نفسي، هل أموري ميسرة أم لا؟ إذن يعني هذا المقياس، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يحدثنا يعني بعض الناس يتكلم عن سفر، يقول لك سافرت أنا والأولاد وصلنا الفندق، قال: ما عندكم حجز. كيف حجز؟ هذا عندي ورقة وكذا. قال: ماشي حجز. والحين؟ قال: ما عندي غرفة، ماشي حجز. زين، والحل؟ قال: الحل والله قل نمنا في السيارة إلى الصبح، ثاني يوم رحنا له قلنا له، قال: لا، الغرفة هذه نعطيناها شخص آخر، روح شوف فندق ثاني. قبلها قال لك في الجوازات وقفونا ست ساعات. لا إله إلا الله، ليش هذا العسر؟ يعني ليش؟ لأنه يقابل هذه الآية: ومن لا يتق الله يجعل له من أمره عسرا. هنا يسر وهنا عسر. إذن تعيش في هذه الدنيا أنت سعيد، أمورك ميسرة،